الحقيقة كان لافت بالنسبة لي جدا استخدام الرئيس لبعض المصطلحات زي الخصوصية، الحكاية المصرية، حتى فخامة الرئيس قال أنا هحكي لكم الحكاية المصرية، التجربة المصرية. في رأيك الجمع بين المصطلحات دي النهاردة كان إيه أهميته وحضرتك قريته في أي شكل؟ الرئيس كان حريص أن يخاطب الشعب الإماراتي والشعب الخليجي مباشرة بطريقة واضحة وبطريقة منظمة وفي إطار السياق العام الذي يتحدث عنه الرئيس طوال الوقت، حتى يضع الصورة أمام ممكن نقول عدد كبير من الشعوب العربية. هناك طبعا إشاعات، هناك افتراءات، هناك أكاذيب، هناك أنصاف حقائق، هناك تشويه لحقائق موجودة. فعلما تصل إلى المواطن العادي في مصر، فما بالك حينما تصل إلى مواطن غير مصري اللي هو المواطن العربي. فبالتالي الرئيس كان حريص أنه يشرح للحاضرين بطريقة سهلة وسلسة ما الذي حدث في مصر من 25 يناير حتى ثورة 30 يونيو 2013 مروراً بالفترة الماضية كلها حتى هذا الوقت. وبالتالي كان الحديث واضح جداً أنه من أول إيه اللي حصل، تحديات أن مصر كان مطلوباً منها أن هي تواجه تحديات كثيرة ومتزامنة. ما كانش ممكن تؤجل حاجة، وضرب المثل بالكهرباء، مش معقول هنأجل الكهرباء لحد ما نقول هنخلص الإرهاب أو الطرق لحد ما نخلص الكهرباء، وأنه طوال الوقت أن مصر كان مكتوب عليها أو يعني مضطرة أن تواجه تحديات كثيرة، أن هي تواجه هذه التحديات في وقت واحد وبثمن بالغ التكلفة، تمثل في شهداء مصابين، تضحيات بنية تحتية، تخريب، تحديات، مشاكل اقتصادية. فكل ده الرئيس وضحه للناس، درجة الناس اللي حواليا المواطنين الإماراتيين والعرب للأمانة كان، وكان معايا زميلنا أكرم القصاص رئيس تحرير يوم السابع، الناس منفعلين بجد ومتأثرين من أول لما الكاميرا كانت بتيجي على وجوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أو محمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وكبار المسؤولين الإماراتيين، كانت واضحة الناس متفاعلين. النقطة الثانية والمهمة وهو أن الرئيس أقر بفضل الشعب الإماراتي والدولة الإماراتية والحكومة الإماراتية والشعوب الخليجية في نصرة مصر في بعد 2013، ودي كانت واضحة والرئيس أكد عليها أكثر من مرة. بيقول لهم، وهو كان قال التعبير لا تنسوا الفضل بينكم في مؤتمر الافتتاح مصنع سيلو فودز يوم الخميس اللي فات، النهارده كرر ده بوضوح، نحن لا ننسى ما فعلته الامارات وما فعله الخليج. وده شيء مهم جدا ان يقال للناس شكرا، لانه مفهوم لا تنسوا الفضل بينكم مهم جدا حتى لا يشعر بعض المواطنين الخارجيين ان حقوقهم، خصوصا انه البعض حاول الاساءه للعلاقات المصريه الخليجيه في الايام الماضيه، والرئيس كان حريص طوال الوقت وفي اكثر من مناسبه ان يدحض ويرد على هذا الامر ويطالب في القاهره او في دبي ان خدوا بالكم هناك من يريد الاصطياد في الماء العكر، هناك كثيرون حاولوا ان يخربوا العلاقات المصريه العربيه وفشلوا، ويحاولون الان عبر الاشاعات وعبر اثاره الكلام حول موضوعات كثيره. وبالتالي دي انا اظن كانت واحده من الرسائل المهمه. الجزء الثاني برضو القصه حول التنميه المصريه، ما فعلته مصر، انه كان لا يمكن ان انت تتحدثي عن تنميه حقيقيه بدون ما يكون عندك بنيه تحتيه. والسؤال الازلي والجدلي، هل نبدا بالبشر ام بالحجر؟ البعض لا يدرك ان لكي تبني البشر، وهم في حاجتين أساسيتين ممكن، اللي هو التعليم والصحة، تحتاج مدرسة ومستشفى. المدرسة والمستشفى حجر، لا يمكن الفصل بين الاثنين. مش هقدر أتكلم عن بناء تعليم إلا ما يكون عندي فصل ويكون عندي مدرس بديله مرتب كويس وبيكون عندي المستلزمات أو اللوجيستكس وكل ما يتعلق بالإمدادات، ونفس الوضع في المدرسة. وهل يمكن كمان ان انا اقدر ادمج بين الاثنين، بمعنى ان انا يبقى عندي المدرسه وعندي المدرس؟ والرئيس النهارده اتكلم على جزء مهم جدا، ان هو ما الذي نحتاجه لكي يكون لديك تعليم متطور، وذكر رقم $10,000 في المتوسط لكل طالب عشان يتلقى تعليم كويس، بالاضافه كمان لان احنا الاعداد 250 22 مليون طالب في التعليم الاساسي و3 مليون و4 في التعليم الجامعي، غير الزياده السكانيه كل سنه. فانت عندك في المتوسط 25 مليون ب $10,000
يعني تقريبا 250 مليار دولار، ربع تريليون دولار، لكي واحنا بنتكلم ان لازم الاقتصادية عندنا فجوة تمويلية ب 20 مليار فقط. فيعني طبعا ده اظن يعني فيها اهمية لاعمال الفكر والتفكير، ان انا لما يبقى عندي مال عظيم وعندي تحديات عظيمة، ماذا افعل في هذه الحالة؟ كيف ابدأ؟ وايه هي الاولويات؟ ايه اللي ابتدي بيه وايه اللي اخره شوية؟ دي ولذلك حتى الرئيس النهاردة في تعبير كرره اكتر مرة بيقول انه إدارة الدولة حاجة صعبة جدا ومختلفة جدا، إن كأنه شخص ماسك كتلة من النار. فالموضوع طبعا لما أنت تتكلم على ده على 105 مليون فعلا في مشكلة حقيقية، كيف يمكن تنظيم الأولويات في ظل وجود جدل حول هذه الأولويات؟ ما تريح حضرتك إن هو مهم، قد يراه الآخر، في حد رأيه أن الثقافة هي الأهم، وحد التعليم، وحد يقول لك نبتدي بالصحة، وحد يقول لا نبتدي نبني شقق للناس، وحد يقول والله لا هنعمل مستشفيات كويس عشان نعالج الناس، وحد يقول لك لا ده ولا ده عايزين نبني جوامع بس أو كنائس بس. يعني ال 105 مليون في 105 رأي، إيه هو القدرة أنك أنت تبتدي بأولويات سليمة أو أولويات متوازية، وإيه اللي ممكن تأجليه، وإيه هي في الفارق ما بين الموارد والتوقعات؟ من الطبيعي ان الناس تريد ان تنفذ كل شيء، ويا حبذا لو عندنا كل شيء نقدر نعمله في وقت واحد، بس لما بيكون عندك موارد قليله وفي ازمه اقتصاديه حقيقيه فانت بتبقى مضطره تاخدي حاجه قبل حاجه قدر المستطاع.